يوان ده اللي بيزعق. ايه غراب؟ ده مستر فوزي اخو مستر فواز. اهلا وسهلا يا فندم. بلبل كروان شرفت ونورت الاوتيل يا فندم. بعدين هحاسبك على اللي قلته. بقول لك ايه يا واد، بتعملوا كم فرح في الاسبوع؟ بنعمل فرح يوميا وبجيبوا مطربين من كافه انحاء العالم. بتقولها في وشي وحاطط لهم صور كمان. هاتلي مصوراتي. طب ما نجيب ليمون اسقع. خلي الليمون بعدين. هاتلي مصوراتي. ليه؟ عشان ما فيش صوت هيدخل الاوتيل ده بعد كده غير صوتي انا. يا ميه من تحت تبني، وداع يا بنت الحلال، مش بعتي كل حاجة كمان هتاخدي العيال على جثة العيال. ظلم الزمن وحاكم كسر وجاب الداغ، احنا ما بينا المحاكم مش هدفع قرش ساغ. ظلم الزمن وحاكم كسر وجاب الداغ، احنا ما بينا المحاكم مش هدفع قرش ساغ. انت اللي طلبتي تطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي، وتسيبي بيتك وتفلقي. تصدقي 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 لسه شاريلك جونيلا فستقي، ما تستاهلهاش. ايه ده؟ كلام اغنية جديد؟ لا استقلتي. الاوتيل كان محجوز لغاية 2017، الكل كنسل الحجز بسببك. قولي هلا. نعم. قولي هلا. نعم. انت جمعيات حقوق الانسان في العالم عندها علم بصوتك؟ لا لسه معرفتش. انا هبلغها. ايه ده كمان؟ قضيت نص عمري عشان اخد اقامة دبي. خلاص مش عايزها صغيره. هاتي لي كبريت اولع في نفسي يا جمانه. انا فشلت يا جمانه. الناس بطلوا يعملوا افراح في الاوتيل بسببي. افرحوا افرح يا مطربين الخليج، افرح يا عبد الله يا رواشد، ارقص يا نبيل يا شعيل، زغراتي يا تاني حداد. هلا هلا والله هلا هلا. ايه اللي في ايدك ده؟ ده الباجور بتاعي، جبته مخصوص معايا من مصر عشان اي لحظه فشل اولع في نفسي واخلص. سيبك من الكلام ده، عايزك معايا. ايه عايزك؟ ايه معايا؟ اخيرا اخيرا سبت مشاعرك تاخد راحتها. انا كان قلبي حاسس اول ما جيت دبي وشفتيني عينك بزت عليا كده وقالت فوزي وراحت راجعه تاني. مش وقت هزارك يا فوزي، يزيد عمال يكسر في اوضته. الواد يزيد انا مش مرتاح له، مش حلو الواد ده من جوه. فاكره اما لسعني بالقلم على السفره اول يوم اجي فيها؟ انا احنا عندنا في مصر اللي يضرب عمه تطلع امه في ليلتها. تعالى معايا نهديه، ده عدم مروح باباه معاه البيرنتس ده مأثر فيه جدا وعامل له ازمه نفسيه جامده. عامل له ايه؟ ازمه نفسيه. اوعى ابن اخويا انا عنده نفس ازميه. ايه ده مالك يا زين؟ طب يا زيد يا حبيبي هاجي لك وقت تاني، شكلك مجنون دلوقتي. باي باي. مزحه قويه والله قويه. اقول لك ما تدري يا جو ليش انا اضحك؟ ليش مستر فواز؟ والله ما تدري؟ لا ما ادري. والله اضحك والله موت من الضحك. هم يفتكرني غبي، كل اللي قاعدين فاكرين اخوك غبي، ما يدروا ان انا اذكى من اللابتوب هذا. والله اذكى منه بكل اشكاله وانواعه. صار في مساومه وصار في تعطيل لشحنه الدواء حقتنا وصار في نوع من انواع الضغط. ترى الضغط يا جو ما هو الضغط حق 170 70، لا لا لا، الضغط الثاني، الضغط على الرجال. سوري سوري مستر روجر. مستر فواز نحن نحبكم. حان وقت توقيع العقد.
تزيد مواقع. هات هذا. ما في توقيع. فهمهم. تأخر شحنة ما تأخر ما وراي شيء. مرتي ماتت ولدي بيلعب طيرة مع البزورة. ليش أوقع؟ ما في توقيع. اسحب فوقهم. أهلين مديحة. يا أهلا والله بهالطلة اشتقنا لعيونك. ما في توقيع. فاهمين ولا مو فاهمين؟ يا شو؟ أنا طالع الأوتيل بدي أخذ شاور، بدي أنظف بعد الجلسة التعبانة هذه. الله لا يمسيكم بالخير. سوري سوري، الموضوع ما انتهاش. مستر فواز أرجوك اهدى. روجر معطل الصفقة قصاد انك تبيع لهم. اسمع يا جو، انا ممكن اتعامل مع اي انسان بالعالم، لكن من حقي احس وياه بالامان. هدول الجماعة انا ماني حاسس معاهم بالامان. طب والشرط الجزائي ده 100 مليون دولار، غير المستشفيات اللي بتطالبنا بالادوية، ده يبقى خراب مستر فواز. جو هذا الموضوع منتهي. وين رايح؟ تعصبني وتركب سيارتي؟ يلا اخذ تاكسي. تاكسي ولا تاكسي، على رجولك. يلا ورايا جو. أبغى أن أقول في البيرنتس داي لابني عمر لآلي وأمك بحبك وايد، وتعبنا من أجلك وايد، لكي تصبح رجلا صالحا في المجتمع. تتشرف إدارة المدرسة الآن لاستماع لكلمة رجل يستحق منا كل احترام، يستحق أن نفتخر به. كان أكثر الآباء حرصاً على الحضور، لقد قطع آلاف الأميال لكي يحضر مع ابنه هذه اللحظة، لحظة الحب. السيد ولي أمر الطالب يزيد فواز الخبير. مرحبا مرحبا بالجمع الكريم، مساكم الله بالخير الحضور الكرام. والله أنا قاطع مسافة الله وحده يعلم بيها، فوق الساعة إلا ربع في الجو والله، وكل هذا عشان أكون مع ولدي يزيد في هذا اليوم المبارك. وأحب أقول له أبوك يحبك يا يزيد، والله أبوك يحبك يا يزيد. طار يا يزيد وإحنا طايرين في الجو، جاءنا صاروخ ما أعرف منين طير جناح الطيار، كسرت الشباك اللي جنبي وطلعت يدي وعملتها جناح عشان أزيد أجيلك يا زيد. والله أنا هزر مع ولدي. سكبة سكبة سكبة. والله أمزح معاك وأضحك معاك، أنت حبيبي يا زيد، أبوك يحبك. وأنا الحين هقول لك حاجة يا زيد، أبوك كان دايما يقول أنا يعني أبوك كنت دايما أقولها لك، ركز معايا يا زيد. فوزي مين حبيب بابا؟ يزيد. مين روح بابا؟ أنا. مين عقل بابا؟ أنا.